مرحب بكم من جديد. للأسف معظم الأفكار المغلوطة اللي بتبثها تنظيمات المتطرفة بتجذب البعض من الشباب، وكلنا كنا شايفين وبنستغرب وبيطرح علامات استفهام كيف استطاع تنظيم إرهابي مثل تنظيم داعش ان هو يجذب البعض من الشباب الأوروبي، بعض من الشباب الغربي لأفكاره والهدامة والمتطرفة. وبالتأكيد الفكر لا يقاوم إلا بالفكر. من هنا بتأتي أهمية المتطرفه استضافته فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط والحمل عنوان التصدي للإرهاب. أهمية المؤتمر مش العنوان بتاعه، لكن أهميته أنه هو جاء ليكون المؤتمر الأول الدولي للجامعات الإسلامية. النهاردة شباب من الجامعات الإسلامية بيتقابلوا، قدموا 30 بحث في هذا المؤتمر الهام، كلهم بيناقشوا كيف يمكن للشباب للجامعات أن تتصدى لفكرة التطرف، أن تتصدى لفكرة الغلو، وأن تبرز سماحة ووسطية الإسلام الحنيف. شدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عطاء الصنباطي الأستاذ بجامعة الأزهر، وأيضا المستشار السابق للجامعة المصرية في كازاخستان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني مش عارف عندنا تقرير نتابعه الأول ولا لأ، لكن على أي حال يا دكتور، فكرة المؤتمر نفسه، يعني عايزين إطلالة سريعة على هذا المؤتمر الأول للجامعات الإسلامية، وكيف أنه يضم عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس أحب أقول على حد علمي أن المؤتمر ده بتنظمه جامعة أسيوط، صحيح، في محافظة أسيوط، وبتحضره كثير من الوفود العربية والعالمية والإفريقية، وهو عالج حتى الآن مشكلة ما يتعلق به الإرهاب ووسائل الإعلام، إيه دور وسائل الإعلام في محاربة الإرهاب أو الفكر المتطرف، عليها من النواحي التشريعية أو من النواحي القانونية حتى الآن. وهناك بحوث كثيرة مقدمة لهذا المؤتمر فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونحن جميعا نعلم أن الإعلام له دور كبير، يعني هو جنبا إلى جنب بجوار المؤسسات التثقيفية والتعليمية والعلمية في بلادنا حفظها الله. طيب هنركز أكثر في حوارنا في كلامنا مع سيادتك الدكتور عن دور الشباب، دور الجامعات، وكيف يمكن التصدي للأفكار المتطرفة. يعني لماذا دائما ما يتم جذب الشباب، ولا يكون الشباب هم المستهدفين، ان هم يكونوا الهدف من التنظيمات المتطرفة لتجنيدهم؟ لماذا الشباب دائما هم الفئة المستهدفة من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا يعني طبعا حضرتك، الشباب هم ثروة اي أمة وهم قوتها، فالمستهدف دائما القوة الفاعلة، ليس الأطفال لا يستطيعون، والكبار أو الشيوخ لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، لكن الشباب هم ثروة أي أمة وهم عمادها وهم قوتها. يعني حتى يعني أن الله يوم القيامة يعني يبعث الناس ويدخلهم الجنة وهم في سن من الشباب، سن 33 سنة هو أفضل سن، وأفضل سن فيه عطاء للإنسان. حتى الشاعر نفسه يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل الماشي. فطبعا الشباب هم الفئة المستهدفة، هذا وضع طبيعي جدا. أما بالنسبة لماذا، يعني إيه الأسباب التي تدفع الشباب إلى اللجوء لهذا الفكر أو غير ذلك؟ طبعا سؤال وجيه جدا من حضرتك. من أهم الأسباب في فراغ ثقافي عندهم، في فراغ ثقافي أو فراغ ديني بمعنى أدق، فطبعا هم سيملؤون هذا الفراغ من أول من يقابلهم ومن أول من يشجعهم، لأن الإنسان بطبيعته مكون من المادة والروح. فإذا تشبعنا بالعلوم المادية والدنيوية، هناك جانب روحي يحتاج إلى أن يتشبع. فلذلك الدول عليها دور كبير. يعني مثلا كنا في كازاخستان، خرجت من تحت الاتحاد السوفيتي، ولا توجد هناك مؤسسات دينية أو مساجد تملأ هذا الفراغ، لأنه كما يقول المثل أو كما تقول الحكمة: عدوك يعني يتغلغل في فراغك، إذا تركت فراغا هو سيدخل منه، صحيح، لكن إذا ملأت أنت فراغك لا يستطيع أن يخترق أو أن يدخله.
فهناك كان الرئيس هناك يتصف بالحكمة وبالذكاء، رئيس نور سلطان نظرباييف، وهو عاقل ويعني وحكيم. فطبعا عرف أن الشعب عنده، وإن توفرت الحياة المادية والمعيشية ويعيشون في حياة معقولة اقتصاديا تشبه الإمارات أو كدول يعني مرفهة ليست. ورغم ذلك هو عرف أن هناك خواء أو فراغ ديني، وربما هناك قوة تتجاذبهم من إيران أو من هنا، كل يريد أن يبث فكره أو مذهبه أو إلى آخره. تمام. فالرجل فكر جيدا واختار مصر، واختار مصر هي قبلته وهي عاصمة الثقافة الإسلامية في العالم وهي مصدر التنوير. فجاء هنا 3 مرات وطلب من الرئيس آنذاك الرئيس حسني مبارك، طلب منه إنشاء جامعة مصرية في كازاخستان لنشر الإسلام الوسطي المعتدل الذي ينتهجه الأزهر الشريف الذي هو منارة للمسلمين بل منارة للعالم كله. هذا فكرة التنمية البشرية بقى دكتور. نعم. يعني ده فكرة الراجل بيفكر التنمية البشرية، عمر مجتمعه ما هيطلع لما يكون عنده تعليم كويس، الناس متعلمة كويس، الناس عندها خلفية دينية كويس. دكتور يعني عايز نقطتين، أول نقطة داعش، يعني هل حضرتك كنت بتستغرب ان ازاي يقدر هذا التنظيم الارهابي ان هو يجذب اليه شباب من عاشوا في اوروبا، شافوا الحضاره، شافوا التقدم، شافوا كل مظاهر التقدم، وفي الاخر يرجعوا يعيشوا ربما لقرون متخلفه، يعني مش متقالش اكتر من كده، يعني بفكر هذا الفكر المتخلف. هل حضرتك كنت مستغرب ان يتم تجنيد هؤلاء الشباب وان هم يتم جذبهم من جانب تنظيم متطرف زي داعش؟ هو حضرتك سواء داعش او غير داعش، يعني زي ما قلنا في البدايه توجد فراغ، او يوجد فراغ روحاني، يوجد فراغ روحاني، اذا هناك تغلغل من جماعات الله اعلم هذا رزقهم وهذا حظهم اذا وقعوا في جماعه متطرفه او غير متطرفه، لكن الانسان بطبيعته يحتاج الى ملء هذا الفراغ الروحاني، وهذا واجب الدول، وهذا واجب المؤسسات التثقيفية، وهذا واجب المؤسسات التعليمية أن تقوم بدورها في حماية الشباب والحفاظ عليهم وتثقيفهم ثقافة دينية وملء هذا الفراغ حتى لا يدخل منه الأعداء كما يعني نرى. طب يعني حضرتك بتتكلم على الفراغ الروحاني، يعني خلينا نتكلم بصراحة أكتر، يعني يعني جماعة الأزهر وهي ما تقدمه من وسطية ومظهر الاعتدال على الاعتدال الدين الإسلامي ووسطيته، أيضا كان فيها عناصر بتحمل هذا الفكر المتطرف، كنا كلنا بنشوفها خلال يمكن سنة أو سنتين خلال هذه المظاهر، وكان يعني الفكر المتطرف ده بيتم ترجمته بعنف كمان، ده مبرره يا فندم؟ هو حضرتك لو بصينا للإرهاب أو كلمة الإرهاب نفسها وهي تشغل العالم تقريبا، ليس العالم الإسلامي فقط، تشغله على مدار الساعة، الكلام عن الإرهاب كثير جدا على مدار الساعة، فستجد سيادتك إن لا يوجد تعريف محدد للإرهاب حتى الآن، كل يفسره على هواه وكل يفسره وفقا لمصالحه، فهناك من يفسره تفسيرات اقتصادية أو تفسيرات سياسية أو تفسيرات دينية أو ما إلى ذلك، لكن الأزهر نفسه كأزهر هو يؤمن هكذا أن إيصال رسالة الحق تكون بالألفاظ النبوية الإلهية، هذا هو منهج أهل